انا كانت عندي عقده كي كملت كاع المليون، كانت عندي عقده واحده برك تقطع لحمي نقطع، عباك جبت ونصلي في الوقت ونخدم ونخدم ونضر مع عباد انتي بصح والله شتي تكون انفاس ليا وعينك نشوف في عينك نعرف بلا تسوي في فيدي في اليد، ما تقولش هذا انسان عنده طور شباب ولا لا لا على بالي بلا تسوي في فيدي. كانت عندي عقده ما نقدرش نوصف، ان شاء الله ما ان شاء الله جمع واحد يخمم برك هذا العفايس نقول له غير خطيت راح دير غلطه حياتك. انا عندي شخصيه ما نقدرش نقول لك الشخصيه هذه من كيفاش داير، عندي شخصيه نقدر نقابل الناس فوقها بصح بقات لي العقده هذيك على الضومه اللي تدخل له كيلو لكيلو في الحبس في الحبس تبت وخلاص وصايم منها اقسم بالله كي تضارب والله ما تدي الحق على انت مقطع دير كلش انت مقطع دير كلش والله خا انت لحمك ما رحمتوش ندير انا نعطيك الحق ونقول لك انت دنيت فلان دنا لك انت اللي دنيت لفلان والله خا عباك وقت تنحت العقده هذه ما تكون طاف ثاني خويا فاتح قال لي ودي كاين اوكي الموضوع نخدمو انا وياك اذا حبيت عباك باللي خدمته وما حبيتش نقول له الاخ فاتح وراه معايا اقسم بالله فتح معايا الطفل اللي ما خدمناها فتح معايا الطفل يقول لي يا فاتح يرحم بابك ما تحطوش مانيش حاب الناس تسبني يقول لك راه مقطع جابو في رمضان خرج لنا منين خرجت انت انت وين كنت وين خرجت وقت ورينا في يدك وتورينا بلاك الدراح وتورينا بلاك تسطر عباك فتح معايا الطفل يقول له قانون ما كنت مديت كلمه وخليها على راسك كيما جات تجي أربع سوايع زوج مليون مشاهدة الناس قاعدة تعرف بالخير الناس قاعدة تعرف بالخير زعما لي خاطر الناس قاعدة تعرف بالخير قال لي تقرا في كومنتس اسمح لي نقول غادي قال لي فتح في حياتي ما تبعش هذوك الدعاوي في حياتي مش حياتي سيري في فيديو تاع خمس طاق قال لي في حياتي لا ما تجوز قال لي جبت لي آلاف الدعاوي قال لي كان ما فرحت يعني يما قالت لي مثل معاك ويما هي مثل الناس اللي نسمعها قسما بالله وتروح دير طابله في طرف طري وتصدق تصدق ما تلاهمش واش لاهم تاهم والحمد لله يا ربي راح نجيبو في الشهر الفاضي دعوه بالك ب 80 بالك ب 100 دعوه صافي بليزي ضحك لي العقده هذيك نقول لك لا ناس بزاف مقطعين ولا موشمين يحشم يدخل الجامع خويا لازم ما كانش لي الجامع تاعو الجامع تاع ربي سبحانه ما كانش لي الجامع تاعو دخلت الجامع شافوا بنظرة ماشي شابة ولا شافوا بنظرة عيانة ربي سأل كل واحد أنا اللي صلح مع ربي أنا مانيش أرضي بنادم بنادم ما تقدرش ترضي بنادم يقول لك إدراك الناس غايرات وضرب إرضاء الناس غايرات وضرب ما تقدرش كيفاه ما تقدرش ترضي بنادم أي ربي سبحانه راضي عليك هذاك هو الصح يشوفوك مقطع يشوفوك تقتل يشوفوك تندب يشوفوك ما واش يشوفوك بيا ربي سأل كل واحد ليسونسيال أنت راه خرجنا شهر اللي فات راني في جونفي أنا في سيبتمبر ما كنتش عارفها انا رمضان اللي فات ما كنتش هكذا بصح رمضان هذا ربي سبحانه حطني في واحد المكانه كان يقول لي عساك تراجعين ولا خلينا لكم هذيك اليد اللي كنت انت تقول اليد كنت كارهها في شوف عنك كان يقول الناس عندك كور راهي بارد بصح الضرب لحمك وقطع عمر يديك كارهها اسمح لي خليني نقول هذيك الكلمه انا احسن من اللي تارك على التوبه وهادو كاع راهم شاهدين باللي تاجل صافي بليزير وباللي هذيك كيما يقول هذيك التجربه السيئه راح تقلبها وقلت لي نعاون بها الناس هادو كاع راهم شاهدين عليك ماذا بين انت راح تبي تنصح ماذا بين الانسان يكون بوزيتيف في الدنيا هذه انا احكي لي انا دوك هاك اللي تلقى بيا فطر يقول لي روح اسمع عندي في العفسه هذه كيفاش نحبسها نحبس ونقول لك ما بغيتش ندخلك في حال يا ولدي والله ما حال يا ولدي وبير يكون حال تبقى تضرب 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 في روحك تحفر اروح انت وطلع دارك حفر اربع سنين 20 متر اطلع انت من 20 متر والله يكون كيري ما تقدر تطلع من 20 متر الحمد لله ان شاء الله ربي يرضى عليك ادعو له ان شاء الله ربي يكرمك وان شاء الله يكون قدوه